رئيس منتخب لجمهورية مصر العربية. احنا في أشد حالات السعادة. We are very very happy to have you here in the US, Mr. President. سوريا يا ريس، حضرتك كلمت عن سوريا في خطابك لليو ان. الآن سوريا يا ريس، أنا لسه راجع من لبنان خلال شهر ونص. أطفال سوريا على الحدود بيقتلوا. الوضع في سوريا وضع خانق جدا. أنا رسول الجالية السورية والجالية العربية في المهجر. مصر ليها دور قومي وليها دور في العروبة وليها دور في الإسلام. منتظرين الكثير منك يا ريس في موضوع سوريا، وبالذات موضوع الدول العربي في تدخل حقيقي. إغلاق السفارة يا ريس في القاهرة وطرد السفير السوري واجب على مصر وعلى المصريين. الربيع العربي يا ريس أمانة في أكثر، الربيع العربي أمانة في الأبد. هناك نحن مرة ثانية أنا بس دي لفت نظري، لفت نظري بعض النقاط في الكلام الذي خير، سواء من الدكتور منير أو من الآخر يتكلم عن سوريا أو الإخوة اللي يتكلموا عن الاستفادة من طاقات الخارجية والناس الموجودين. لا نتكلم عن سوريا، احنا واخدين خطوات كثيرة جدا عشان سوريا، لكن الفعل العسكري احنا مش موافقين عليه أبدا، لانه هدم البنيه الاساسيه السوريه تم فيه كتير، اتهدم كتير. اي تدخل عسكري سوريا مش زي ليبيا، الوضع مختلف يؤدي الى سلبيات اكثر. ولذلك الحل بالضغط، بالراي الواحد، بتضييق الخناق، بتقليل الانصار، بمحاولات ايجاد منافذ لخروج هذا النظام، نحن نعمل في ذلك ليلا نهارا. يا سفير ويا عميل، يا سفير ويا عميل، اطلع برا ارض النيل، اطلع برا ارض النيل. يا بشار صبرك صبرك، يا بشار صبرك صبرك، الشعب السوري بيحفر قبرك، الشعب السوري بيحفر قبرك. مصر وسوريا ايد واحده، مصر وسوريا ايد واحده، مصر وسوريا ايد واحدة، ومصر وسوري ايد بيد، مصر وسوري ايد بيد، مصر وسوري ايد بيد، مصر وسوري ايد بيد. حتى يطلع فجر جديد، حتى يطلع فجر جديد، ومصر وسوري ايد بيد، مصر وسوري ايد بيد. حتى يطلع فجر جديد، حتى يطلع فجر جديد. فري فري سوريا، فري فري سوريا. Long live the Syrian people. بلاد العرب.
يا بهية وبهية نزلت عالشارع تزلت بعد سكتها سنين بالقهر من المواجع مصر يما يا بهية وبهية.